اللامبالاة، ثالوث اللامبالاة، السطحية والحيادية والاختراب، ثلاث محاور سوف ندخل فيهم ومعهم رحلة بتدقيق لمراجعة هذا المفهوم على كل المستويات. اللامبالاة حالة ذهنية وجدانية سلوكية معقدة ومعقدة جدا. هي حالة فيها يشعر الإنسان بالعجز التام. أنا بكون عاجز لاعتقادي أن هناك قوة كونية بطريقة ما فوضوية عبثية تسير هاي الأشياء، تسير التفاصيل، تسير الأسماء والعلاقات. ولذلك فأنا رح أخذ موقف اللامبالاة من كل شيء. تصريح خطير جدا اليوم عم بحطه قدامكم. اللامبالاة شعور عميق في الإنسان بأنه عاجز قدام الحياة. ولئلا يتحدى ذلك أو يواجهه بيهرب، لتبدأ رحلة هروب بلا عودة. ذلك الإنسان يشعر بالعجز. اللامبالاة هو شعور عميق في الإنسان بأنه عاجز. اللامبالاة هو شعور يفقد في الإنسان الشغف بالحياة. اسمعني يا صاحبي، يفقد الشغف بل وكل شغف بالحياة. لا يعود هناك ما يستحق أن يعيش الإنسان لأجله، ولا يوجد أيضا ما يستحق أن يموت الإنسان لأجله. اسم، علاقة، حتى الوطن، حتى النموذج الإنساني، لا يوجد ما يستحق الإنسان أن يعيش لأجله، ولا يوجد ما يستحق الإنسان أن يموت لأجله. وهذا ضمنيا يعني أني لا أمتلك الشغف أني أعمل، أصنع أشياء أو أكمل اللي بديته. يلا قديش بعرف ناس بدأوا أمور راقي جدا لم يكملوها بسبب موقف يسمى اللامبالاة. هو الشعور أن الإنسان لا يطلب، لا يفهم، لا يسلك، ما عم بيحاول يفهم الأمور، وما عنده نية يفحصها ولا يفكر بتبعياتها. اللامبالاة شخص استسلم، بكل احترام، استسلم للبشرية، استسلم منتظرا أن يموت. كل يوم مستني هذا الموت، وأحيانا يصنع بنفسه. يا رب، يا رب أقدر أكون عم بوصل لكم فكرة قديش هذا الموقف الإنساني خطير وله تداعياته على كل المستويات. أبثي، يصبح الإنسان في لا مبالي، ليس مهتما بشيء ولا يعنيه أي شيء ولا يريد أن يصل في حياته إلى أي شيء. هو الشعور أيضا بأنه ليس هناك شيء جميل ممكن أعيش علشانه، لا ولد، لا عيلة، لا إنجاز، لا حتى تصورات روحية، كل شيء وقع. بقدر أمثلها، بتعرفوا كيف؟ هذا الموت السريري، إنسان عايش على الأجهزة، إنسان ما إله استجابات، ما بعرف إذا سامع، ولكن بدون أي رياكشن، هو ميت سريرياً. أعلن أنه ميت سريرياً، بمجرد أنك تشيل الأجهزة حياة تنتهي. أنا بعرف قديش في إحباطات حوالينا، أنا بعرف قديش الناس محبطين، أنا بعرف قديش الأصحاب خذلوك، أنا بعرف قديش الأهل بيحطوا ضغط على البني أدمين، أنا بعرف قديش في إحباط في المدرسة، في الجامعة، في الشغل، في الشارع، في المجتمع، في العالم، في الوطن، في الدولة. ولكن تلك الإحباطات لن أسمح لها أن تتحول إلى مبررات أعيش حياة من اللامبالاة. اسمحوا لي أشارككم خبرة إنسانية، بعرف قديش ناس عم بسمعوني بيشتركوا معي فيها. لم أستسلم لتلك المبررات لتصبح هي الأسباب التي تؤدي في إلى قرار باللامبالاة. ما قبلت أهرب أو أتهرب، وما قبلت أنكر الواقع، وما قبلت، واسمعني كويس، اسمعني منيح، ما يحدث بيننا ضمن إطار رقمي ليس بصدفة، وإنما هو ترتيب يدير إلى بدي يوصل فكرة إليك. لم أقبل يوما أن أكون ضحية، ما رح أستسلم، ما رح أنكر، ما رح أهرب، سوف أتحلى بكل الشجاعة لمواجهة التحدي الحاضر، مواجهة مصيري بقوة، برجولة، بشهامة، ولن أكون متقاعسا يوما، ولن أقبل أن أكون ضحية من تلك الضحايا في العالم. علشان هيك اسمعني صح، علشان هيك اسمعني صح، ومش خايف أحكيها قدامك. يا ما خسرت، يا ما فشلت، وأكون أمين معك،
يا ما تنازلت عن قيم في محطات حياتية معينة، ولكن كمان ما رح أخبي عليك إني تبت وإني اعترفت وإني صليت وإني تراجعت عن قرارات في الحياة. تعرفوا حياتنا مليانة بالأشياء التي نفتخر فيها، وكمان مليانة بالأشياء التي نندم عليها. اسمعني صح، لكن الندم شكلين، بندم مرات على أشياء ما عملتها، وبندم أيضاً على أشياء عملتها. أرجوك ألا تكون من الناس اللي راح يندموا في حياتهم على قرارات لم يأخذوها. تعال نراجع الأمور، تعال نحكي، تعال نتفق، تعال نختلف، بس ما نهرب أو نتهرب من مسؤولياتنا الإنسانية. إحنا اليوم قدام حالة وجدانية سلوكية فكرية معقدة جداً بحجم السماء، اللامبالاة، سطحية حيادية، واختراب سوف يكلف البشرية كثير. الحلقة الجاي المحور الأول ندخل بالتفصيل. خليك معنا، تحلى بالشجاعة، لا تراهن على حياتك رهان ممكن تخسره، ولا تغامر بحياتك، الحياة قصيرة، لا تبنيها على أكاذيب أو أنصاف حقائق، كن جريء. ها هي كلمة الحق اليوم، اللامبالاة. راديو الحياة الأفضل معاك طول اليوم. تطبيق راديو الحياة الأفضل في شكله الجديد على مدار 24 ساعة تقدر تسمع ترانيم وتأملات وأفكار لحياتك باستخدام اقتصادي لباقة الإنترنت وإمكانية تسجيل رأيك في الترانيم والبرامج المقدمة. تقدر تنزل التطبيق من على أب ستور أو على البلاي ستور، وتابعنا على الإنترنت على betterlifeteam.com. ولمتابعينا في الوطن العربي تقدر تتابع الراديو على قناة فضائية على النايل سات ويوتيل سات تردد 11354 رأسي.